في اغلب ماتشات الاسماعيلي اللي شفتها الموسم ده كنت بحس الحقيقه انه فرقه الاسماعيلي بتعاني، يعني مش ده الاسماعيلي اللي انا اتعودت يعني اشوفه طول عمري. وانا من جيل يعني ازعم يعني ان انا شفت عتاوله بيقدمهم نادي الاسماعيلي للكره المصريه، وكانت ماتشات الاهلي والاسماعيلي واحده من الماتشات اللي تقعد تستناها من سنه للسنه. اياك ان تتخيل طبعا ان الفوارق اللي موجوده في الجدول، يعني اسماعيل انت شفته في الدوري السنه دي في بيعاني قدام فرق كتير جدا، اياك ان تتخيل ان هو الاسماعيلي اللي انت هتشوفه قدام الاهلي بكره. فرقه الاسماعيلي من الفرق اللي تيجي قدام، يمكن من اكتر الفرق اللي قدام النادي الاهلي بت بت بتحاول تقدم افضل ما عندها، بتهيألي الاسماعيلي يجي نمره واحد يعني. فماتش بكره وبالتاكيد مباراه صعبه، لكن اخبار الاسماعيلي ايه الموسم ده عموما؟ تقييمكم ليكوا ايه؟ فريق تعالوا نستعرض كده ارقامه ونشوف احصائياته ونشوف كمان. احنا هنتكلم على اربع اجهزه فنيه مصطفى. مظبوط. بدايه كانت مع جريدو، بعد كده ايمن الجمل. أيوة. مدرب مؤقت، بعد كده احمد حسام ميدو قعد معاهم فتره كبيره. نشوف كده الاجهزه الفنيه تمام. المختلفه لنادي الاسماعيلي ونشوف ونستعرض الارقام بتاعتهم مع احمد. مستر جريدو طبعا خمس ماتشات ولا فوز، تعادلين وثلاثة خسارة. ايمن الجبل كان مدرب مؤقت اربع ماتشات، كسب مباراه، تعادل مباراه وخسر ماتشين. احمد حسام ميدو لعب تسع ماتشات، وهو يعني بعد المدرب حمزه الجمل اكتر مدرب كان معاهم في ماتشات كبيره، كسب مباراه واحده، اتعادل في خمسه وخسر ثلاث ماتشات. كابتن حمزه الجمل طبعا هو المدرب الحالي للنادي الاسماعيلي المنقذ. هو المنقذ دايما، انقذهم الموسم اللي فات، فيلم الموسم وكل موسم بالظبط. ويعني مش عارف ليه ما يعني الحقيقه الراجل السنه اللي فاتت عمل شغل في اخر السيزون مع الاسماعيلي رائع جدا. فكره اديله فرصته بقى الموسم، يعني انت يعني اديله فرصته يكمل. لكن على عموم عوده حمزه جمال اعتقد الى حد ما برضو طبعا يعني نقل الاسماعيلي في حته في الحساب بتاعته. عمل خمسه فوز. الثلاث مدربين اللي فاتوا ما عملوش الخمسه فوز دول، يعني الثلاث مدربين عملوا فوزين مباراتين بس، فوز في مباراتين تخيل. هو لعبوا تسعه واربعه وخمسه، يعني بتتكلم في 18 مباراه منهم مباراتين بس فوز بالظبط. هو لعب 14 جاب خمسه فوز، خمسه وخمسه، وده اللي حرك الاسماعيلي بالظبط. يعني الاسماعيلي طول الموسم في الثلاثه، هو لولا كده كان الاسماعيلي مع حرس الحدود كان ممكن نزلوا الدوري. الثلاثه بونت والبونت دلوقتي مهمين جدا، احنا شايفين من العاش اللي خدت ال 17 كلهم بينافسوا على الهبوط يعني. وده واحد من الاسباب اللي تقول انه ماتش بكره ماتش صعب جدا. صعب جدا يعني، غير بقى قصه اهلي واسماعيلي وديربي وكلاسيكو، قصه كمان موقف الاسماعيلي في خساره بكره ممكن جدا تعقد حسابات حمزه الجمل وتعقد حسابات الاسماعيلي في جدول الترتيب. اكيد مش ممكن يعني موضوع الخساره بكره، يعني لو ما خرجش على الاقل ببونت في مباراه الاهلي ده هتبقى كارثه كبيره جدا، لان ما فيش اي فريق من الفرق من العاشر لغايه 17. طيب نكمل ارقام الاسماعيلي، انا هخلص الاسماعيلي احاول اقرب حضراتكم مع بلال واحمد كده من ارقام الاسماعيلي. دي ارقام التسجيل او معدل تسجيل الاسماعيلي لاهدافه في على مدار 90 دقيقه. يمكن هو معدل تسجيل الاهداف اصلا مقارنه بعدد الاهداف مش من هو ما سجلش اهداف كبيره خلال الموسم، ولكن هو الفترات اللي دايما الاسماعيلي مميز في التسجيل فيها بتبقى من الدقيقه 40 للدقيقه 60، يعني اواخر الشوط الاول. بالظبط، اواخر الشوط الاول واوائل الشوط الثاني بترتفع نسبيا في الدقائق من 80 ل 90، برضه نفس المعدل 13%، اعلى معدل هو 20% من الدقيقه 50 للدقيقه 60 يمكن الاسماعيلي بينشط فيها، والدقيقه 40 من الدقيقه 40 للدقيقه 50، وده الوقت اللي تعادل فيه الاسماعيلي مع اسوان في المباراه الماضيه يعني. تمام. معدل استقبالهم، معدل استقبالهم برضه للاهداف، يعني يمكن بص الارقام المعدلات كلها تقريبا متساويه، ان هم بيتلقوا من الدقيقه الاولى لحد تقريبا الدقيقه 50 نفس المعدل 14%. في نظام مرشحين يعني منظمين قوي في معدل مرشحين طول الوقت تقريبا ان هو يتلقى مرماهم اهداف، بتعلى النسبه طبعا حسب الجدول من الدقيقه 70 للدقيقه 80 اعلى نسبه او اعلى وقت ممكن يتلقى فيه الاسماعيلي اهداف وهو 25%، وده دليل على سوء حاله الاسماعيلي. بالمناسبه واحد من اسوء خطوط الدفاع، هنشوف ارقامهم دفاعين وهجومين السيزون ده عامله ازاي. طيب نروح للسلايد اللي بعده، خلصنا المدربين والاجهزه الفنيه. طب دي يعني افضل او اكتر اللاعبين تميزا الموسم ده على مستوى التسجيل وعلى مستوى صناعه الاهداف. على مستوى التسجيل طبعا محمد الشامي مقدم موسم مميز، تسع اهداف. فراس شواط اللي هو بيغيب طبعا وترك الاسماعيلي اعتقد بقاله كذا يوم وساب مش هيلعب مباراه بكره غدا، سبع اهداف. ياو انور اشوف ان هم من المهاجمين المميزين جدا، ثلاث اهداف. باهر المحمدي
هدفين واعتقد هم ضربات جزاء يعني. أيوه. احمد مدبولي هدف واحد طبعا، الاسيستات طبعا فراس شواط برضو ثلاث اسيست، محمد حسن ثلاثة، احمد مدبولي ثلاثة، صالح جمعه اللي هو يغيب برضو اعتقد ثلاثة، صالح وعبد الرحمن مجدي، عبد مجدي اثنين. عبد الرحمن مجدي كان من العناصر المميزه جدا في المنتخب الاولمبي طبعا، لكن احنا بقى مش عايزين نتكلم يعني. احد الانديه دخلت مع عبد الرحمن مجدي في بدايه الموسم واحضرته لحد مقر النادي، ويعني لو الكلام ده حصل مع انديه تانية بيبقى التناول هناك في الاسماعيلي بيبقى التعامل بشكل مختلف. ولكن عبد الرحمن مجدي تم تشتيته للاسف قبل بدايه الموسم بالانتقال لنادي تاني والاتفاق معاه، وفشلت الصفقه، وده انعكس على اداء عبد الرحمن مجدي طوال الموسم. عبد الرحمن مجدي كان زي ما انت قلت من نجوم المنتخب الاولمبي، انا بشوفه كان واحد من اكثر اللعيبه المتميزه في جيله بالظبط يعني. وبعدين خد بالك انا الرجل الشمال دي بالنسبه لنا عمله نادره شويه طبعًا. وهو الحقيقه لا لعيب كان جسمه كويس، سرعته كويسه، مهارته كويسه، فكان مبشر جدا انه يروح حته ثانيه خالص يعني. هو متوقع غدا بالمناسبه ان الرباعي الاسماعيلي اللي هيشارك هيكون واحد منهم عبد الرحمن. طب تعال نشوف تشكيل اخر مشاركه احمد، تقول لنا كده اخر تشكيل ظهر بيه الاسماعيلي في احمد عادل عبد المنعم في حراسه المرمى، محمد نصر، محمد دسوقي، محمد نصر مساك، بارم محمدي، صبحي، عصام صبحي، اثنين في نص الملعب محمد حسن وسيرجي اكا. وانا بشوف اهم لاعب في نادي الاسماعيلي سيرجي اكا، ده لاعب الجونه السابق، لعيب مميز جدا. ياو انور جناح يمين، احمد مدبولي صانع العاب، عبد الرحمن مجدي رقم 10 ناحيه الشمال، والشامي فرود صريحه. ده كان تشكيل مباراه اسوان والاسماعيلي، انتهى اخر مباراه ليهم في الدوري، وانتهت نتيجه مباراه بنتيجه 1-1 تعادل، ومحمد شامي هو اللي يمكن سجل هدف. محمد الشامي بالمناسبه ان مباراه الاهلي والاسماعيلي بكره، محمد الشامي اعلى لاعب احرز اهداف زي ما قلنا، 9 اهداف في المقابل هداف النادي الاهلي محمد شريف، 9 اهداف يتساوي الاثنين في نفس الرصيد بالظبط. اتوقع ان يبقى في تغييرات على طريقه اللعب والتشكيل بالنسبه للاسماعيلي في مواجهه اسوان، اهلي في مواجهه اسماعيلي، بالنسبه لفريق الاسماعيلي. بالنسبه للاسماعيلي لا، انا اعتقد ان ال11 اللي موجودين هم دول افضل 11، ممكن يدخل محمد هاشم في مركز قلب الدفاع مكان محمد نصر اعتقد، وغير كده انا اعتقد لا، هو لان دول التشكيل افضل يعني، محمد حسن وسيرجي اكا في وسط الملعب، مدبولي والشامي مع عبد الرحمن مجدي وياو انور، دول الرباعي مميز جدا. طبعا بيغيب عنهم فراس شواط، واحد من اكثر اللاعبين اللي كان ليهم تاثير على اداء ونتائج النادي الاسماعيلي من وقت تولي حمزه الجمل، طبعا غيابه بكره هياثر مع الاسماعيلي.